كنت تعتبره عبقرياً في الفن أو مخرباً ومخالفاً للقانون، على الأرجح أنك قد سمعت عن بانكسي المشهور. هو بكل بساطة أحد أشهر فناني الشوارع في العالم، وتستقطب أعماله الكثير من اهتمام الرأي العام. لنحاول معرفة حقيقة الرجل خلف ديزمالاند والرسومات الجدرانية التي يمكن تمييزها على الفور على نطاق العالم. رغم حقيقة أن أعماله قد تصدرت العناوين مرات لا تحصى، إلا أن بانكسي لا يزال فنان شارع مجهول الهوية، وناشطاً سياسياً ومخرج أفلام يعيش في بريطانيا. يعتقد معظم الناس أن اسمه الحقيقي هو روبن غانينغهام، رجل ولد في 28 من يوليو عام 1973 في ييت، والتي لا تبعد كثيراً عن بريستول في بريطانيا. غانينغهام هو ابن لمهندس تصويري، وقد يكون هذا ما ألهم أسلوبه الفريد في فن الشارع، إن كان هو بانكسي الحقيقي على الأقل. استخدم بانكسي اسم روبن عند تسجيل وصوله إلى فندق في نيويورك، وهذا مجرد دليل واحد فقط يدعم هذه النظرية حول هويته. كما توجد إشاعات أخرى تقول بأن بانكسي هو في الواقع قائد الفرقة الموسيقية البريطانية ماسيف أتاك، واسمه الحقيقي هو روبرت دلناجا، المعروف أيضاً باسم 3D، فيما تدعي نظرية أخرى بأنه جيمي هيوليت، وهو كاتب ومصمم كتب هزلية من بريطانيا. في أوائل التسعينيات كان بانكسي ينتمي إلى فريق دراي بريد من بريستول، ورسم في الغالب بيديه، وقد ذكر بأن أحد مصادر الإلهام الكبيرة له كان فنان الكتابة على الجدران 3D، والذي بالطبع أسس في وقت لاحق مجموعة فرقة ماسيف أتاك. وبحلول عام 2000 كان قد تحول إلى الاستنسل، والتزم بهذه التقنية منذ ذلك الحين. على الأرجح أن أشهر أعمال بانكسي الأولى كانت The Mild Mild West، التي رسمها في عام 1999، ولكن تم تخريبها في الواقع من قبل منظمة مناهضة للكتابة على الجدران تسمى الإعلام المناسب، حيث قاوموا بسكب طلاء أحمر عليها في عام 2009. تم إصلاح اللوحة الجدارية على الفور، ولا تزال جزءاً مهماً من ثقافة وتاريخ بريستول. بعد العيش لعشر سنوات في بريستول، انتقل بانكسي إلى لندن في حوالي عام 2000، وفي 2003 وافق فنان الشارع الذي كان مشهوراً بالفعل في ذلك الوقت على إجراء مقابلة مع سايمون هاتنستون من صحيفة الغارديان. وفقاً للصحفي، بدا بانكسي كشخص بعمر 28 سنة يرتدي جينز وقميص تيشيرت قذرين ولديه سن فضي ويرتدي سلسلة وقرط. لم يسع هاتنستون إلا أن يفكر في أن هذا الرجل بدا تماماً وكأنه مغني راب. بالطبع لم يلتقط أي صور أو يسجل فيديو للمقابلة. إذن لقد صنع هذا الرجل الغامض فناً على الصعيد العالمي لسنوات حتى الآن. ولكن هناك سؤال آخر إلى جانب السؤال عن هويته الحقيقية، كيف يكسب لقمة عيشه؟ فترك جداريات ملونة ساخرة هنا وهناك يجعله مشهوراً بالفعل، ولكن لا يمكنك بيعها في الواقع، أليس كذلك؟ مثال جيد يوضح كيف يمكن بيع لوحة جدارية بالفعل هو قصة عمله المشهور قبلة الشرطيين. تم رسمها على جدار في حانة الأمير ألبرت في عام 2004، وتم بيعها لمشتر أمريكي مجهول أثناء مزاد في عام 2011، وكان سعر القطعة 575,000 دولار. قد تعتقد أن هذا المبلغ ليس سيئاً على الإطلاق لفنان شارع، ولكن تأتي هنا الجزئية المفاجئة. لم يذهب المال إلى بانكسي، بل إلى مالك الحانة الذي تعرض جداره من الناحية التقنية للتخريب، لكنه لم يقم ببيعها للتخلص منها بل لإنقاذها، فقد كانت هناك محاولات قليلة لتخريب اللوحة. لذلك قرر مالك الحانة أن خلعها وشحنها إلى أمريكا سيبقيها بعيداً عن الخطر. الآن أنا أعلم ما تفكر به، كيف يمكنك خلع لوحة جدارية من الجدار وشحنها إلى مكان آخر؟ حسناً، يتم استخدام مواد كيميائية خاصة لنقل الصورة من الجدار إلى لوحة رسم. بالمناسبة لم يبقى الجدار فارغاً بعد ذلك، بل تم استبدال الصورة بنسخة لها وحمايتها بزجاج شبكي. ويقول مالك الحانة أن النسخة لا تزال تجذب الكثير من الزوار لأنها 80% بانكسي، ولكن مجرد أن شخصاً آخر قام بعملية الطباعة بالستانسل. ولكن لم يكن هذا العمل الفني الوحيد لبانكسي الذي تم بيعه وأخذ أرباحه من قبل شخص آخر، فقد كان لعمل آخر مشهور نقطة محورية في موقف أكثر إثارة. ظهرت رسمة عمل الأجير على جانب متجر في لندن في عام 2012،
حسناً، بعد عام واحد فقط في فبراير 2013 تم خلع الجدارية وشحنها إلى أمريكا، حيث تم طرحها للبيع في مزاد في ميامي. قد تعتقد الآن أن أهالي هذا الحي في لندن سيكونون سعداء لأن المنطقة تخلصت من هذه الكتابة الجدارية، ولكن في الحقيقة كان رد فعلهم العكس تماماً، فقد قدموا مناشدة يطلبون فيها بوجوب إعادة اللوحة الجدارية إلى بريطانيا حيث تنتمي، لأنها مناصرة مهمة لحقوق الإنسان في المنطقة. لذلك سافرت عائدة عبر المحيط وتم بيعها لاحقاً في مزاد مقابل 1.1 مليون دولار. هذا السعر أفضل من ثمن لوحة قبلة الشرطيين، ولكن مرة أخرى لم يرى بانكسي سنتاً من هذا المبلغ. وعندما طلب منه التعليق لاحقاً على هذا الموقف، استشهد بالفنان الفرنسي الشهير هنري ماتيس. كنت محرجاً للغاية عندما بدأت رسوماتي في جلب أسعار عالية، ورأيت نفسي محكوماً بمستقبل لا يمكنني فيه سوى رسم تحف فنية. بالإضافة إلى ذلك، فقد شرح أنه يعتقد أنه من المهم بقاء فن الشارع في المكان الذي تم رسمه فيه، والمكان الذي يمكنه توصيل رسالته فيه. لهذا السبب لا يشجع الناس على شراء مثل هذه الأعمال إلا في حال كانت مخصصة في الأصل للبيع. أحد أكبر رسائل بانكسي التي يرسلها عبر فنه هي نقد الاستغلال التجاري. أشهر أعماله في عام 2018 هي مثال ضخم على ذلك. كان المزاد في سوذبي في لندن يقترب من نهايته، وكانت القطعة الأخيرة هي لوحة بانكسي المشهورة الفتاة مع البالون. بيعت القطعة بسعر 1.4 مليون دولار، والذي يعادل الرقم القياسي السابق في تاريخ المزاد لبانكسي. بعد ذلك بصورة غير متوقعة نهائياً وأمام أعين البائعين والمشترين المصدومة مباشرة، مرت اللوحة في فرامة ورق كانت مخبأة في الإطار. شارك بانكسي على الفور تعليقاً حول ذلك على الإنستغرام: إنها تذهب تذهب ذهبت. كما اقتبس قول بيكاسو: إن الرغبة في التدمير هي أيضاً رغبة إبداعية. جعلت مقاطع الفيديو التي انتشرت في وقت لاحق العديد من الناس يعتقدون أن بانكسي نفسه كان في الغرفة وضغط الزر لبدء الفرم. وقد سجل هذا الأداء في التاريخ كأول عمل فني يتم ابتكاره خلال مزاد مباشر. حتى لو كنت ببساطة تحب صنع الفن ولا تطيق فكرة بيعه، فلا تزال تحتاج إلى كسب بعض المال في هذا العالم بطريقة ما. وفي حين أن بانكسي يعتقد أن بيع أعماله في المعارض الفنية التجارية سيكون بمثابة فشل لفنان رسم جدراني، إلا أنه يحصل على بعض المال بفضل موهبته وشهرته. على سبيل المثال، في عام 2013 فتح كشكاً بشارع في نيويورك وعرض قطعه مقابل 60 دولار. بالطبع لم يصدق أي أحد أنها كانت قطعاً أصلية من بانكسي، لذا اضطر إلى نشر رسالة على الإنترنت تؤكد ذلك. وأصبح الأشخاص الذين نجحوا في شراء أحد لوحاته أصحاباً محظوظين لتحف فنية تبلغ قيمتها 150 ألف دولار. ومن بين أشهر مالكي رسماته كريستينا أغيليرا وأنجلينا جولي وبونو. كما جنى بانكسي المال من خلال سمسار في بريستول يدعى صور على جدران، والذي تواجد من 2003 إلى 2017، ولكنه يقوم الآن ببيع أعماله من خلال شركة خدماتية تسمى مكافحة الآفات، والتي تساعده على كسب بعض المال لمشاريعه الجديدة. وفي الغالب يبيع بانكسي أعماله الفنية للمعارض والأفراد بسعر منخفض للغاية، وبالتالي يساعد الآخرين على كسب المال منها. في عام 2004 قام بانكسي بتصميم وطباعة أوراق نقدية من فئة 10 جنيهات، وقد بدت بشكل كبير مثل الأوراق النقدية الأصلية، ولكن كان لها بعض السمات المميزة. حلت الأميرة ديانا محل الملكة وكتب بانكسي إنجلترا بدلا من بنك إنجلترا. كانت متاحة بسهولة على الإنترنت، وبدأت العروض بسعر 250 دولار. كما أن بانكسي هو مؤلف كتاب ناجح للغاية، وولاند بيس، الذي صدر عام 2005، واستمر كأكثر الكتب مبيعا بين الكتب الفنية لعدة سنوات. كما أخرج مخرج من خلال متجر الهدايا، وهو فيلم وثائقي حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار في 2011، وجمع أكثر من 5 مليون دولار في شباك التذاكر. وعلى الرغم من أن بانكسي ليس من مشجعي احتفالات توزيع الجوائز، إلا أنه عمل استثناء للأوسكار.
ولكن حتى هناك ظل غامضاً لأنه لم يفز، لذلك لم يضطروا إلى الصعود إلى خشبة المسرح. وقد ألهم هذا الحدث في وقت لاحق قطعة فنية أخرى لفتاة صغيرة تحمل جائزة الأوسكار وتعبس، ومثل أي ظاهرة تنتشر وأي فنان مشهور لدى بانكسي عشاق وكارهون. ولكن الأمر المؤكد هو أن فنه يمكنه تعليم الناس أن يظلوا صادقين مع معتقداتهم وأن يعبروا عن أنفسهم بشكل إبداعي دون السماح للشهرة والثروة بجرفهم إلى الاتجاه الخاطئ. هل يعجبك عمل بانكسي أم ترى أنه مجرد تخريب؟ لنناقش ذلك في التعليقات أدنى، ولا تنسى منح هذا الفيديو إعجاباً، شاركه مع أصدقائك، وانقر على الاشتراك لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.